معلش يا احمد. الو، السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم الو، السلام. الله، احمد صوتك عامل كده ليه يا احمد؟ انا بتاع زوجي، ازي طيب حضرتك؟ تمام، عليكم السلام. اصل كان في اكونت مره باسم برضه محمد او احمد، وقال لك انا برد على باشمهندس. يعني يا جماعه، طب يعني ايه اللي انتوا كاتبينه ده؟ اللي هو ما تربكناش بقى معلش معاكم يعني. ملخبطة، معلش يا اتفضلي باشمهندس، ازي اتفضلي، حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. الأول أنا بحب أشكر حضرتك، لأن يعني أنا بسبب حضرتك يعني الحمد لله نزلت من 156 كيلو ل 99 كيلو، ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله صحتي اتحسنت كتير. أنا 30 سنة ما شاء الله. وكنت كان عندي مشاكل، ولما وزني نزل الحمد لله المشاكل دي اتعدلت كتير خالص، والحمد لله تعافيت منها الحمد لله يعني. واخدة كام عشان تقولي الكلام ده؟ لا لا مفيش والله أبدا. الله يديك الصحة ربنا يا رب، يبارك في حضرتك والله. الله يكرمك. فأنا من شهر كده تقريبا حصل لي إصابة كده، إن أنا وقعت وحصل لي كسر في عظمة العصعص، والمكان دوت للأسف ما ينفعش فيه لازم مثلا راحة، تكبيس أو جبيرة أو الكلام ده، لازم راحة في السرير. فماشي على مسكنات بس. فبقالي أسبوعين أنا الدنيا عندي بايظة خالص، مش عارفة في شراهة في الأكل، مش عارفة بسبب العلاج اللي أنا باخده، أو مش صراحة مش فاهمة العلاج مع القعدة يعني. مع النفسية، كل ده بيعمل ده جميل، خلاص. بس أنا عايزة انتي أحضر عليك، عملتي إن أنا حاجة يعني ما حلوة، صدقت إن أنا نزلت لي. انتي عملتي حاجة حلوة قوي. يعني انتي عملتي رقم، يعني بسم الله ما شاء الله. انتي اصلا انتي وصلتي ال 156 دي ازاي؟ أو أنا أصلا كلمت حضرتك قبل كده زمان، كنت 120 يعني، مثلا من 3 سنين وكسرتي، 4 سنين كده. ضربت معاك ال 100 و فحضرتك شجعتني، كان على بث مباشر يوتيوب، حضرتك شجعتني، وكنت وقتها 28 سنة حاجة كده، قعدت تقول لي ما تسيبيش نفسك وانت صغيرة وكذا وكذا، بس بقى ما كنتش برضو يعني اللي هو ايه، ابدا وارجع ابدا وارجع لغاية ما لقيت نفسي وصلت ل 156. جه حصل لي مشكلة نزيف ما كانش بيقف، رحت للدكتور قال لي ده لخبطة هرمونات، فلازم لازم تخسي والا هيحصل مشاكل اكبر. فساعتها بقى حسيت انه لا، يعني انا حياتي بتنتهي واحده واحده، فمعايا اطفال، طب وبعدين، طب انا هروح فين، طب اللي هو خلاص الدنيا بقى اتقفلت، لا خلاص لازم. بس الحمد لله لما بدات انزل في الوزن حسيت ان انا مرتاحه في كل حاجه، التعب راح، الهرمونات اتظبطت. نفسيتي بقت احسن، كل حاجة كل حاجة، حتى نفسية ولادي حسيت ان هي اتظبطت، بالرغم ان الحمد انا اللي لله، خسيت، بس هم حسيتهم اتظبطوا، مش عارفة سبحان الله يعني. شفتي بقى عندك نعم كتير اهي. وشوفي شوفي شوفي، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي بشيء، فرحت انت يعني بسرعه حسنت من نفسك، فربنا جزاكي خير ان انت عملت ده في نفسك. ولادك بقوا مبسوطين ونفسيتهم كويسه، انت نفسيتك بقت كويسه، صحتك بقت كويسه، نعم كتيره جدا جدا. هل من العقل ان احنا ندوس على النعم دي؟ بس حطي الكلمتين دول قدام عينيكي طول الوقت بس كده. هل لو انت انا شايفه، صراحه مش عارفه الزياده يعني الشراهه دي جت منين، ده انا كنت بص معلش اللي هو حضرتك، انا معلش، كنت مرتاحه ظروف مش ماشيه اللي هو غصب عني، لا انا ظروف مرتاحه. ظروف هتعدي علينا، اي حد بتعدي عليه ظروف. بس هو يعني الظروف دي بقى نبقى احنا اقوياء. الاكل اللي انا بحبه قدامي اهو ماكلوش، اقوم اظبط بس انا اكل. حاسه ان انا باكل حاجات اصلا انا يعني مش عارفه، يعني انا معلش مش عايزه معلش اكلها. معلش، هو بس عشان التعب اللي انت فيه مع شوية العلاج هتلاقي الدنيا كده في شوية لخبطة، لكن انتبهي تاني لنفسك، انا لما انتبهي. جيت وقفت على الميزان النهارده الصبح لقيت في زياده 10 كيلو وشويه، يعني تقريبا 11 كيلو زياده في الاسبوعين دول، ولا فاللي هو يهمك، وحاسه ان وشي كده منفوخ، بصي، حاسه في 10 زياده كيلو انا مش زيادة، شايفاها برضه ثواني بس، 10 كيلو زيادة في أسبوع. أنت بتاخدي كورتيزون؟ في، لا في اسبوعين، لا هو مسكنات فقط. طيب 10 كيلو في اسبوعين ده كلام فاضي، ده شوية مية زيادة في الجسم خلاص كده. لو انت التزمت تاني اقسم بالله المية دي هتنزل وهترجع عادي تاني خالص. المشكلة لو استمريت على ده، لا ما انا المشكلة مش مش عايزه اللي فات. استمر، انا عندي فوبيا والله يا باشمهندس، انا عندي فوبيا من زياده الوزن، اقسم بالله انا بقيت بترعب، انا بقيت يعني بخاف لما بوصل صوري زمان
انا بقول ازاي كنت كده، ازاي انا كنت عايشه كده، ازاي كنت بمشي، ازاي كنت بتحرك، يعني مش مصدقه ان انا كنت كده، ما كنتش شايفه نفسي تخينه، يعني ما كنتش شايفه نفسي طيب ربنا يعني انعم كنت عليكي بقى يعني بنعمه اهو، يعني انت يعني ربنا ادالك نعمه حلوه اهي، حافظي عليها بقى، حافظي تمام. عليها الله يرضى عنك. اسمك ايه طيب؟ انا مع حضرتك ام رائف. ام رائف. اه تمام. ماشي يا ام رائف، اهم حاجه بس ان انت ترجعي تاني، مش مشكله شويه شويه الميه اللي زياده اللي في جسمنا دول هينزلوا على طول خلاص، مش عايزك توتري نفسك، مش عايزك تضايقي نفسك من اي حاجه، مفيش حاجه يعني كله هيتعدي. بصراحة أنا كنت من شوية ببكي وابني بيقول لي لا ماما لا لا عادي لا، اوعي وأرجع تعملي أشجعه كده، تاني، هو بصراحة بيشجعني دي البكا والزعل على نفسي ده حاجه صحيه وكل حاجه، بس ما تعمليش كده في نفسك، مش قوي كده، الدنيا سهله وبسيطه، انت بطله، انت بسم الله ما شاء الله كنت 156 كيلو ودلوقتي ظبطت الدنيا، يعني كنت في حته وانت شفت نفسك اهو، انت بتقولي انا ما كنتش شايفه نفسي وزني زياده، والله. مش مهندس حضرتك، يعني النظام بتاعك ممتاز وفوق الممتاز. ربنا انا يكرمك يا كان رب. عندي من سبب، يعني سبب تاخيري في ان انا انزل في الوزن او ان انا تاجيلي، خوفي من الترهلات، ان انا حاسه ان انا هبقى في مشكله اكبر مثلا. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالنظام حضرتك الصحي، انا كنت باكل كل حاجه في النظام مكتوبه، جزر باخد، زيت زيتون باخد، كل حاجه مكتوبه كنت باخدها، اللي هو انا ماشيه على النظام زي ما حضرتك ما بتقول، فالحمد لله، وبشرب ميه كويس، فالحمد لله الحمد لله بفضل الله مفيش اي ترهلات نهائي، كاني ما كنتش تخينه اصلا. فدي ربنا كانت حاجه عامله فوبيا ورعب ان انا ممكن يكون عندي ترهلات فاخش في مشكله اكبر، فشكلي يبقى اوحش مثلا، فدي كانت دايما حاجه مخلياني مأخره الخطوه. ده النظام بس لو نفسك الحمد لله تخس ده الحمد لله. عامل زي الفضائي اللي بينزل بيروح ضارب عليك شعاع ليزر يروح مصغرك مكشكشك كده بس، فهو فلا يعني بالرغم ان انا مش يعني على دايت كتير قبل كده، وكنت بروح لدكاتره وخدت علاجات وحاجات كتير عملتها وركبت ادينا حاجات كده وفرنا عليك وحاجات فلوس غريبه، اهو، بس الحمد لله ما فيش الكلام ده. وفرنا عليك فلوس كتير اهو، ماشي اه عد والله الجمايل بقى. خدت كتير جدا يعني. الله يديك الصحة يا رب. و تخيل الوقت اللي احنا كنا بنقعده في العيادات بالساعات ده لوحده كده الله يديك غير الصحة يا الفلوس رب، كمان يعني. أهم حاجة بس الحمد كده ما لله. تزعليش نفسك خلاص كده، ربنا يشفيك ويعافيك كده يا رب وتقومي من اللي أنت فيه كده بالسلامة إن شاء الله، خلاص ما تزعليش نفسك، اهتمي بس بشوية المية وتناول المية، زودي كده من تناول المية شوية زي حبتين ثلاثة كده، نامي كويس، نامي كويس عشان تبقي مرتاحة وتعرفي تفكري ويبقى عندك الدنيا مظبوطة، فتلاقي نفسك ان انت ان شاء الله الدنيا ظبطت معاكي خلاص، تشجعي عندنا اربع خميس امشي عليهم دايت حلو قوي، تمام اربع خميس سمعاني، بكرة وبعده يوم الجمعة دلعي نفسك باليوم المفتوح، وبعد كده كملي تاني سبت حد اتنين تلات، وبعد كده بقى ترجعي تاني بقى تفتكري بقى ايام زمان، اول ما كنت بتعملي دايت والله انا خالص كنت سعيده جدا، جدا ربنا كنت قمة سعيده جدا، السعادة كنت وقمة الصبح الفرح. احضر الفطار وكانه والله العظيم يوم عيد، اقسم بالله كنت مرتاحه بطريقه غير عاديه، انا كنت مبسوطه وسعيده بالرحله ايوه دي، يا لا انا بنت، ريحه انا الطعام اكتر واحد كلها احس انا وبتاع. بالكلام ده، طبعا كلامك انا حاسس بيه وعارف اللي انت بتفكري فيه، وبقول لك الموضوع والله العظيم يعني ما يزعل ابدا، مش شويه اللي فاتوا دول دي يعني لكل جواد كبوه، تمام فيعني قومي وكملي ان شاء الله وربنا ييسر لك الحال ان شاء الله، ان شاء واسف ان الله انا خلاص اخرتك اشوف على الجست، حضرتك. انا اسف، تحياتي ليك، لا عادي ولا الله يهمك، مش يكرمك، مهندس، الله ربنا يديك يخليك الصحة يا يا رب. رب، نعم حياتي ليك، شكرا لحضرتك حياتي ليك، جدا، السلام السلام عليكم، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة، مع السلامة. يا ريت تقولوا لها كلمة في التعليقات تشجعها، الدعم النفسي من أكتر الحاجات اللي ممكن تفرق مع إنسان، هي كان وزنها 156 كيلو وما شاء الله خست رقم حلو، فيعني أتمنى إن أنتوا تكتبوا لها في التعليقات كده إن هي تعبانة وكان عندها كسر وقاعدة في البيت يعني، فاكتبوا لها في التعليقات شجعوها علشان خاطر ربنا كده يعني يقف معاكم برضه انتوا كمان في وقت بتكونوا محتاجين فيه لحد.